واحدة من الحاجات المهمة جدا برضو اللي لازم نتعرض لها لما بنتكلم على الهيومن فيجن ان احنا نتكلم على الاي. الاي دي مكونة من عدسة خارجية، ويعني مش عدسة خارجية بس، مجرد ان هي لاير خارجية كده اللي هي الكورنيا، وفي العدسة الداخلية موجودة، وفي عندنا هنا فيتريس هيومر اللي هي أوضة مليانة مية اللي هي عبارة عن كأنها كورة 2 سنتيمتر، وفي الآخر الريتنا موجودة ورا، والريتنا دي اللي بيبقى عليها السنسورز بتاعت الإيه اللي هي الرادز والكونز اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي بتقيس الايه؟ بتقيس اللايت اللي جاي ده وتكون لنا الصوره. وفي الاخر كل السيلز دي بتطلع منها اكسونز عشان تروح لنا للاوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرف ده اللي بيروح للمخ عشان ايه؟ يبتدي بعد كده يفسر لنا الحاجه اللي احنا شايفينها. الايكويشنز الاساسيه اللي احنا بنبص عليها في الاي هي اول حاجه سنيلز لو، اللي هي الاي لما بيجي مثلا الضوء داخل عليها بيحصل له ريفراكشن نتيجه للايه؟ الاختلاف بين الانفايرمنت اللي بره والانفايرمنت اللي جوه. اوكي؟ فنلاقي ان n1 ساين ثيتا 1 بتساوي n2 ساين ثيتا 2. اوكي؟ يعني لو احنا بنتكلم على تو ميديا، الميديا اللي هي اللي بره واللي جوه، فبيبقى عندنا لو الانجل بتاعتنا اللي هي بتاعت الانسيدنس ثيتا 1، الانجل بتاعت الريفراكشن بتبقى ثيتا 2. واكوردنج لN1 بكام وN2 بكام، بيبقى طبعا الثيتا 1 والثيتا 2 بيتغيروا. لو بتكلم على اللينس بقى، في طبعا حاجه مهمه جدا لازم كلنا نبقى عارفينها اللي هي الثين لينس ايكويشن، اللي هي بتقول لنا 1 على يو بلس 1 على في بتساوي 1 على اف. دي عباره عن الديستنس بتاعت السورس، دي الديستنس بتاعت الايمج، ودي الفوكال دبث او الفوكال لين الفوكال دبث بتاع الايه بتاع اللينس بتاعتنا. لو انا عندي هنا بتكلم على الاوبجكت بتاعي هنا على بعد يو، والاوبجكت التاني هنا على بعد في، يبقى معنى كده بتكلم على ان 1 على يو زائد 1 على في بيعتمد على، او ال 1 على في ده نقدر نحسبه بدلاله ال 1 على اف بتاعتنا دي بتساوي كام. اوكي؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم على ان احنا لو فرضا يعني احنا المفروض ان الاي لانس دي المفروض انها بتادابت، يعني بتغير الويف لانث بتاعها، بتغير الفوكال ديبث بتاعها. اوكي؟ علشان تخلي دايما الفي دي تقع على الريتنا. اوكي؟ لو حصل ان الادابتابيليتي بتاعه اللينس دي اتغيرت او ما بقتش تبقى يعني قويه كفايه، هيحصل عندنا بعض عيوب للنظر بقى اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لما نيجي نعمل نظاره دايما بنتكلم على حاجات مختلفه شويه، بنتكلم على حاجات اسمها فيرجنز، مش بنتكلم على ديستانس بتاعت اوبجكت وحاجات زي كده. فبتكلم على حاجات الوحدات بتاعتها دايوبتر. دايوبتر ده بتكلم على 1 على ديستنس، بدل ما بتكلم على 1 على يو بتكلم على يو كابيتال اللي هي عباره عن ماينس 1 على يو، وفي كابيتال هي عباره عن 1 على في، والاف كابيتال هي عباره عن 1 على اف. اوكي؟ فلو احنا بصينا على الايكويشن بتاعتنا بقى، كان عندنا قبل كده 1 على يو زائد 1 على في سمول يعني بيساوي 1 على اف، فطبعا احنا خدنا ال 1 على يو وديناها الناحيه الثانيه بقت نيجاتيف، فبقت هي عباره عن اليو اللي هي ماينس 1 على يو بلس اف اللي هي الفوكال دبث بتاعي بالدايوبترز بتساوي اللي هي الفي كابيتال اللي هي عباره عن الايه؟ الفيرجنس بتاعي بتاع الاوبجكت بتاعي اللي هو الصوره نفسها بالدايوبتر. في بعض العيوب اللي ممكن تحصل للعين وتسبب بعض القصور في الابصار. اول عيب بيبقى الاكوموديشن، لاك اوف اكوموديشن، وده بيقل مع الايج. ده في اللينس نفسها بدل ما بتاكوموديت للمكان اللي انا ببص عليه عشان تخليه دايما الايكويشن بتاعتي شغاله، ما يبقى دايما الصوره بتاعت الاوبجكت بتاعي تظهر على الريتنا بشكل واضح، يبقى في قصور في كده. فعشان كده بنحتاج ساعات في الـ في الـ في الـ في السن الكبير يبقى في عدسه باي فوكال. باي فوكال دي بتبقى فيها تو ويف لينس مختلفين، واحده عشان الشخص يبص على المسافات البعيده، واحده عشان يبص على المسافات القريبه، بحيث ان هو يعوض اللاك اوف اكوموديشن الموجود في اللينس بتاعت الايه بتاعت الشخص ده. لو انا بقول ان انا ببص على حاجه ات انفينيتي، دايما اليو ات انفينيتي بتساوي زيرو، لان اليو بتساوي ماينس واحد على سمول يو اللي هي الديستنس بتاعت الاوبجكت، واليو لما تكون في انفينيتي يبقى معنى كده اليو هتساوي صفر، كابيتال يو هتساوي صفر. فلو عندي في الحاله دي الفي بتساوي اف، يبقى معنى كده دي نورمال اي، يعني معنى كده ان الشخص ده بيشوف كويس قوي. يعني الصوره بتاعت الحاجه اللي ات انفينيتي دي اللي هي بعيده كفايه، هلاقي ان هي بتقع على الريتنا بشكل واضح، فيبقى الشخص ده شايفها كويس. لو حصل ان الاف دي تبقى اكبر من الفي، دي الحاله اللي بنقول عليها مايوبيا او نير سايتدنس اللي هي قصر النظر. الحاله الثانيه لو الاف اقل من الفي بنسميها هايبر متروبيك،
وهي دي اللي هي بنتكلم عليها، اللي هي طول النظر، اللي هي فار سايتدنس. اوكي، فبنتكلم على ان احنا في الحالتين دول بنحاول ان احنا نحط من بره اكسترنال لينس، والاكسترنال لينس دي بتبقى الفرق بقى بين الاتنين دول وبعض، اوكي، بحيث ان في الاخر تعوض لي الحاجه القصور الناقص ده، ونوصل في الاخر لان في بتساوي اف، اللي هي الاف اكيوميليتد بقى بتاعه اللينس الخارجيه واللينس الداخليه. واحد من العيوب برضو بتاعه الابصار اللي منتشره جدا هي الاستجماتيزم. الاستجماتيزم دي معناها ان الاي از نوت سيمتريك اباوت ان اكسس ثرو ذا سنتر اوف ذا لينس، يعني الاي ما هياش كوره، لا ده شكلها ان فيها انبعاك في جزء او جزئين او ثلاثه، او في بعض الاجزاء في الاي ما هياش بنفس الشكل اللي زي الاجزاء الثانيه. فنتيجه لكده لما باجي ابص على حاجه شكلها سيمتريك بلاقي ان الحاجه دي شكلها فيها يعني تغيرات او تشوهات بتبقى مش مفروض انها موجوده في الصوره الحقيقيه. اوكي، ودي الحقيقه بتوكر ات ذا سيرفيس اوف ذا كورنيا، ودي كان بي كوركتد باي لانسز. اوكي، فدي ممكن يا اما في بعض الناس دلوقتي بتعمل عمليه عشان تحاول تتخلص او تحاول تخلي السيرفيس ده يبقى مور يونيفورم، او طبعا الاستعمال بتاع اللينسز هو ده الحاجه المنتشره بقى لها فتره طويله قوي في الطب. يعني بعض القصور برضو اللي ممكن يحصل في الاي حاجه اسمها كروماتيك ابريشن وحاجه اسمها سفيريكال ابريشن. الكروماتيك ابريشن ده معناها ان انا بتكلم على الاندكس اوف ريفراكشن بي فاري وذ ويف لينث. يعني ايه؟ يعني انا ممكن دلوقتي ان انا ببص على الالوان دي الاقي ان في لون معين ممكن يبقى مختلف في طريقه التعامل معاه في خلال العدسه بتاعت العين عن ويف لينث تاني. فده نتيجه لكده بشوف ان لو عندي مثلا اوبجكت له لون معين او في مجموعه الوان متراكبه مع بعض في الحاجه دي بشوفها بشكل ان الالوان كلها مختلفه، بشوف ان الحدود بتاعه الاوبجكت بتاعي ده بشوفها كانها زي رينبو كده، بشوف الوان مختلفه جنب بعض نتيجه لان كل واحد فيهم بيعمل ريفراكشن بشكل مختلف. فطبعا لو احنا عندنا العيب دوت بيبقى عندنا طبعا في صعوبه ان احنا نميز الالوان او نميز الحاجات اللي فيها الوان مختلفه مع بعض. اوكي، النوع الثاني اللي هو السفيريكال ابريشن بنتكلم على الريفراكتيف باور بتتغير مع distance from the axis of the eye. يعني انا بكلم مثلا على حاجة في ناحية معينة او في ناحية تانية او في ناحية تالتة او في ناحية رابعة. يعني بتكلم دلوقتي ان انا دلوقتي يعني الاوبجكت نفسه بيتغير الريفلكتيف باور بتاعته حسب مكانه حوالين العين. يعني مثلا لو هي السنتر بتاع العين هنا مثلا، لو انا ببص على حاجة هنا او حاجة هنا او حاجة هنا او حاجة هنا ممكن ان الكلام ده كله يتغير، ممكن ان انا اشوف الاوبجكت ده بشكل مختلف حسب مكانه من الاي. اوكي، فده different from astigmatism which is a departure from symmetry at different angles about the axis. يعني دي مش بتكلم على ان هي يعني بتكلم هنا على angles اكتر، بتكلم هنا على distances. اوكي، فيعني عامة بنلاقي ان احنا هنا العيب دوت بيسبب لي ان بيبقى في بعض الحاجات تظهر بشكل مشوه. لما ببص على objects معينة بلاقي الاوبجكت ده مش الشكل بتاعه، يعني ما بشوفوش بالشكل المظبوط بتاعه، بشوف ان فيه تشوهات في شكله، التشوهات دي جايه اساسا نتيجه للسفيريكال ابريشن مش نتيجه لحاجه حقيقيه.